معاكم دكتورة منى عبد العزيز، أخصائية الجلدية والتجميل. هكلمكم النهاردة عن موضوع مهم بيؤرق بنات كتير، اللي هو تساقط الشعر. من أهم الحاجات اللي احنا حابين نتكلم عنها اللي هي الأندروجينيك ألوبيشيا أو الصلع الوراثي. دي طبعا بتبقى مشكلة وراثية، دي بتبقى فيه فراغات في فروة الراس، بتبقى جذر الشعر، يعني فروة الشعر نفسها بتبقى باينة، وهي ليها طبعا درجات. مع تقدم الطب في أجهزة كتير دلوقتي بنقدر نكشف بيها عن المشكلة دي، منها اللي هو الترايكوسكوب، أقدر أشخص بالفعل إذا كان ده صلع وراثي أو أي نوع آخر من تساقط الشعر. طبعا في علاجات دلوقتي FDA approved لعلاج الاندروجينيك الوبيشيا او الصلع الوراثي، اللي هي الماده الفعاله بتاعته المينوكسيديل. في البدايه طبعا المفروض بنستخدمه يوميا الصبح وبالليل، بس بعد كده بيبقى روتين مثلا ممكن مره في اليوم، بس ما نقدرش نستغنى عنه لان هي المشكله بتبقى موجوده، فلازم يبقى زي الضغط والسكر كده، فلازم نستخدمه مدى الحياه. من الحاجات المهمه برضو تساقط الشعر ولازم ناخد بالنا منها موضوع الانيميا. الانيميا ده طبعا بيسبب تساقط شعر، فلو عندي مشكلة لازم أعالجها قبل ما أخد أي أدوية لتساقط الشعر، لازم المشكلة الأساسية نعالجها. طبعاً في علاجات كتير لتساقط الشعر، منها تونيكس وشامبوهات وتابلتس كلها فيتامينز وكده. طبعاً في حاجات إنفيزيف إحنا بنستخدمها زي البي آر بي، البلازما، الميزوثيرابي. طبعاً لما أنت بتيجي تزوري الدكتور هو اللي بيحدد لك خطة العلاج، لازم بقى نستشير الطبيب المختص عشان نعرف أسباب سقوط الحقيقية بتاعت شعرنا وطريق العلاج الصحيحة ليه.